ما شفناش نسخة عادية من بطولة كأس العالم من وقت انطلاق البطولة في سنة 1930 في أوروغواي ولحد النسخة الحالية اللي بتتلعب في أرض عربي لأول مرة في قطر بحضور عربي مميز. النسخة الأولى من المونديال في 1930 كان ليها طابع خاص وكانت شاهدة على العديد من الأحداث واللقطات الغريبة، ومن أبرز الحاجات دي الماتش الغريب بين الأرجنتين وفرنسا. أوروغواي استضافت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم 1930، 13 منتخب بس توزعوا على 4 مجموعات، 4 في المجموعة الأولى و3 منتخبات في كل مجموعة من الثلاثة التانيين. حكايتنا النهاردة أبطالها كانوا في المجموعة الأولى اللي كان فيها المكسيك ومعاها الأرجنتين وتشيلي ومنتخب فرنسا. كانت ديوك عندهم مجموعة قوية جدا من اللاعبين وخصوصاً حارس المرمى أليكس تيبو. المنتخب الفرنسي لعب الماتش الافتتاحي للبطولة قدام المكسيك، وكان من نصيب ديوك أول هدف في تاريخ المونديال عن طريق لوسيان لوران في الدقيقة 13، وقتها انتهى الماتش لصالحهم بنتيجة 4-1. في الماتش ده حارس مرمى فرنسا تيبو اتعرض لإصابة غريبة بعد ما فقد الوعي بدون مقدمات، والدكاترة حاولوا يسعفوه لكنهم فشلوا علشان يخرج من الملعب. وهنا كنا على ميعاد مع أول لقطة غريبة، لأن في الوقت ده ما كانش فيه نظام التبديلات وكانت فرنسا كسبانة 1-0، بس لاعب الوسط أغسطين شانتريل اضطر يلبس قميص تيبو ويكمل الماتش كحارس مرمى، والغريب إنهم كسبوا برضه. بعد 48 ساعة بس لعب المنتخب الفرنسي الماتش الثاني في المجموعة قدام منتخب الأرجنتين اللي كان لسه بيبدأ رحلته في تاريخ كأس العالم، واتلعبت المباراة على ملعب باركي سنترال. الملعب ده كان ليه قصة غريبة جدا، الجماهير المحلية كانت بتقول ان في مرمى من الاثنين مصاب بلعنه خاصه لانه قريب من محطه سكه حديد، وكل ما القطر يعدي ويصفر يدخل هدف في المرمى ده. المباراه بدات والامور طبيعيه، هجمه هنا وهجمه هناك، لكن تيبو حارس مرمى فرنسا رجع من الاصابه وكان متالق بشكل غير عادي طول الماتش لحد اخر 10 دقائق على النهايه. حكم المباراه احتسب خطا لصالح الارجنتين من مسافه كبيره من المرمى ما تقلش عن 35 متر، يعني المفروض انها كرة مش خطيرة اطلاقا، خصوصا ان مدافعين فرنسا كانوا اقوياء جدا في كرات الهواء. الحارس الفرنسي وقف حيطة من 3 لاعبين، خصوصا ان تيبو كمان كان متألق جدا، يعني هيتصدى بسهولة لأي كرة متسددة من المسافة دي. في وقت تنفيذ الكرة كان معاد مرور القطر من جنب الملعب، واول ما سواق القطر شاف الجماهير وماتش شغال صفر علشان يحييهم، وطبعا كلنا عرفنا ايه اللي حصل. الكرة اخترقت الحيطة في مشهد غريب جدا، بقى الجون الاول للارجنتين. فرنسا ما لحقتش تعدل النتيجه وخسرت قدام الارجنتين في اول ماتش بينهم في المونديال. ومش بس كده، النظام وقتها كان ان اللي يصعد هو المتصدر بس. ببساطه الارجنتين كسبت الماتشين التانيين قدام تشيلي والمكسيك وصعدت فعلا قبل ما توصل النهائي وتخسر قدام اوروغواي صاحبه اول لقب في التاريخ، وفرنسا القطر والمرمى الملعون خرجوهم بدري بدري.